www.kifak.net. تخيلوا معي الموظف عنده عمارة وباب العمارة سيارة وما يحمل هم السيجارة والله لمكيف، وفجأة بيع الدكان يكتب للعالم إعلان بشكل باكيت الدخان والله لمكيف. روح يا شاد الموريني طالعة والله لمكيف، وتزيد الحكومة الراتب وتخفف حجم الضرايب ونبطل نشتم ونعاتب والله لمكيف، ويصير الغاز ببلاش وللدكان ندفع كاش وكيلو اللحم ب14 الصنباية تنسى البرمودة ولبس الفيزونات السودة ويعملوا الجزر مع صودة والله لنكيف، ويبطل الشاب شاغب يعمل بالمنظر عجيب ويحب المدرسة الطالب والله لنكيف، يبطل علم طبات وينزل حق السيارات ونمشي حسب الإشارات والله لنكيف. ونبطل المواسي نعلي وكل الناس تصير تصلي والله لنكيف، ننسى الباعة الصينية ونكتب عباعة الصينية صناعة فلسطينية والله لنكيف، فجأة نصبح دولة كبيرة ونرمي كل ثياب العيرة وندعم الدول الفقيرة والله لنكيف، لما نزهق العزوبية نروح ونتزوج دغري وما تعنس ولا صبية والله ويسجل في البرشان جول ويسجل في الريال جول المية والكهرباء مجانية ونزهق من الرفاهية والله لنكيف، نبطل نزمر في الشارع على النازل وعالطالع ونحاشر بعض وندافع والله لنكيف، نبطل نكتب عالحيطان من هنا مرة بفلان ونخلي الحطة ألوان والله لنكيف، والخريج كان خابط يقلب وضعه ويصبح ظابط ويبطل عنا وصايد والله لنكيف، ويتغير كل الإعلام وعلى أقصى طرف الإعلام ويصيروا الحكام إسلام والله لنكيف، ليش نطول بالتحليل أو ندخل بالمستحيل لو أصلا فيش إسرائيل والله لنكيف، لا تلوموني شو بتكلم قلبي عبلادي بتألم وأنا للأسف قاعد بحلم فيسبوك الصفحة الرسمية شادي البوريني.